كاتانيتش يستدعي الحارس احمد باسل للمنتخب الوطني كابتن. شوف اكيد يمكن المستوى اللي ظهر عليه بثلاث مباريات انديه اسيا اكيد يمكن اعطى انطباع جيد انه يكون في مفكره المدرب كاتانيتش، لكن عليه انه يشوف المدرب الحراس، مدرب الحراس اللي موجود معاه في الكادر يكون يعني محتاجه في حاجتين. انت عندك موجود محمد حميد وجلال وفهد يعني ايضا حتى اذا كان مثل مو موجود مثل يلعب، حتى اذا كان دعوه المنتخب الى فد حافز دافع قوي انه قدم مستوى جيد في المباراة. مستوى الحراسه بالعراق بشكل عام مطمئن خاصه على صعيد المنتخب الوطني. المشكله دورينا ما مستمر، احنا دورينا جيد ودورينا مستمر وبدون توقفات، راح يظهر لك اكثر من حارس جيد مثل ما كان قبل موجود يعني قبل يعني شوف اسماء الحراس الموجوده شوف يعني ذات عدد صغير حوالي 8 الى 10 حراس موجودين مستوى جيد، لكن يبقى الاختيار الى 4 الى 3 حراس. احنا دوريه تعرف مقطع لاعب لعبتين ثلاثه اجل لعبتين، عنده لاعبين بالمنتخب اجل لعبات، مشكله لو استمراريه تظهر لك لاعبين جيدين تظهر لك حراس جيدين، مشكله ما عندنا استمرار بالدوري. زين اذا بنينا رؤيتنا على استمرار الدوري ومباريات المنتخب، منو الحارس الاكثر استقرارا خلال هذه الفتره مع ناديه والمنتخب الوطني؟ جلال حسن هو الافضل حاليا؟ هو الافضل من محمد حميد وفهد و هم شوف مو من الافضل هم ثلاثه علي كاظم هم تم استدعاء هم كلهم جيدين، لكن تبقى جلال اخذ كفايته يمكن صار له حوالي فتره 6 سنوات مع المنتخب، بطوله اسيا الاخيره اللي كان مع الكابتن راضي الشميسي قدم مستوى ايضا جيد، وحتى بالمباريات مع الزوراء كان جيد، فاكيد يكون هو يمكن الافضل. طيب عوده نور صبري من بوابه نفط ميسان، محمد قاصد من بوابه النجف، علي كاظم في نفط الوسط، وهذه العناوين تعطي اريحيه لمستوى الحراسه بالعراق سيد ميث؟ طبعا راح تزيد المنافسه، وكل ما تزيد المنافسه راح تظهر لك خامات طيبه حتى على مستوى الشباب. انت تعرف يعني من يوقف حارس شاب بوجه محمد قاصد ونور صبري وهذه الاسماء جلال وغيرها من الحراس الكبار، فاكيد يعني راح يكون دافع له طبيعي جدا انه تظهر لك هاي المنافسه، راح تظهر لك اسماء. ثم يعني لا يفوت يعني نحيي الكابتن عماد هاشم يعني جهوده في اعاده محمد باسل، يعني للامانه يعني تحسب له.